أي معنى للمدح مني وقد نزل الكتاب العزيز بالمدح فيهم؟ أنا لا أستطيع أن أمدح قوما كان جبريل الأمين خادما لأبيهم. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فتاريخ الإيمان والإسلام، إذا كان للزرع ماء يرويه فلا بد وحتما أن يكون للعزاء قارئا ينهيه. يسقون من رحيق مختوم ختامه مس. خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة، تلك الليلة التي أقامتها جميع عائلات أبو غالي أهل الحسب والنسب والجود والكرم. فهيا بنا لنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تسمعها الملائكة في عنان السماء قبل أن يسمعها البشر على الأرض، لنعيش مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ذلكم الغواص في بحر نغم القرآن الكريم الأكثر شهرة وانتشارا حول العالم، والعائد إلينا منذ أيام قليلة من دولة فرنسا وجزر القمر وبنجلاديش، عاملا فيها سفيرا عن قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، الغني دائما عن التعريف فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي الذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم
يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني تعال مكان ده.
نعمل ايه بس؟ ودي الامسيه الدينيه. ربنا يتقبل ان شاء الله. بلد السمع كله. انعم واكرم. هنا بلد السمع. انعم واكرم. اهلا وسهلا. عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. وضرب الله مثلا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعمله. عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران طيب ليه بس كده؟ عايزين نسمع اخر القيامه ان شاء الله. عايزين نسمع دقه من كده يعني ايه صح والبلد والطارق. ده انت طماع في الخير قوي. ومريم
ابنة عمران. ومريم ابنة عمران التي فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. احنا كده تمام قوي والله. معلش اوعى ابص ازلك العيب مطلوبه بقى ان في ذلك العيب. ده اتقرض كتير دي اتقرض كتير ما ينفعش كده. انا مش بص انت في بلد العلم والعلماء وبلد السمع ما تدخلش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقاً أم السماء. الله
حياه القران اللي علينا ما تحرمنا منها. معلش مصدق براحتك بس ما تحرمناش منها. شوف علي على سمح دي امانه بينهم على راحتك. انت اللي بتجيبه الناس. اه صح فعلا فعلا انت اللي بتجيبه الناس. انت عندك حق. امانه وبينهم من ربنا. ما تحرمناش. حاضر حاضر. طب اقعدوا طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ معلش استسمحكم نقعد بهدوء ونتقدم مع القرآن. معلش عفوا وإلا كده هصوتك. معلش طب معلش اسمح. طب صل على نستسمحكم. والله ما هنقول لك حاجه. لا كده نهدى شوي. نهدى قليل. هنهدى طلب واحد وخلاص كده. دعاء سورة البقرة. طب لا كده انت معلش يا استاذ. والله يستاهل دعاء. والله يستاهل. طب بس اتفضلوا. ان في ذلك العبرة لمن يخشى تاني. استسمحكم بس معلش. والدعاء استسمحكم الهدوء مع القرآن. معلش براحتك عليه. نهدأ قليلا. صدق يعني خلاص نقضيها ترتيل وخلاص. نسأل الله القبول لنا ولكم. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. أن الحق تبارك وتعالى يجعل ثواب ما قرئ ونور ما تلي نورا يتقاطر على روح الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا اخوتي الاخوة الايمان والاسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي قتلها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير قرب جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقرب اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي
وسفيركم رأي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ذلكم الغواص في بحر نغم القرآن الكريم الأكثر شهرة وانتشارا حول العالم والعائد إلينا منذ أيام قليلة من دولة فرنسا وجزر القمر وبنجلاديش عاملا فيها سفيرا عن قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي الذي نستمع إليه دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم غني دائما عن التعريف فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. نقلت لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة أحدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى بتنقلها عبر المحافظات إحدى مخازن الإمبراطور الحاج عبد الصادق البقري وأولاده المقيم بشل شلمون. شكر أيضا موصول الباشمهندس العالمي مؤمن أنيس الفكهاني صاحب اللمسة الفنية في عالم الصوتيات. الخدمة الفندقية الممتازة والمتميزة دائما بارك الحاج علي القصاص أدر القصاص أصحاب النفس الطويل والمذاق الجميل والمقيمين بهذا البلد الطيب. أما يحدث التصوير والبث الهوائي أصوركم الليلة وكل ليلة بارك الباشمهندس العالمي محمود أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس. نيابة عن جميع عائلات أبو غالي الأعلام أهل الأدب والواجب والاحترام في كل مكان المنتشرين في أنحاء جمهورية مصر العربية تقدمون بكل الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. وإخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.